نعود بحول الله مرة أخرى إلى كتاب الله جل وعلا من قوله سبحانه وتعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. فهذه الآية الجديدة التي نقف عليها اليوم بعدما سبق بيانه من قوله جل وعلا ود كثير من الكتاب، أقصد الجديد قوله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، آية تأمر بالعمل، بين آيتين تقريريتين. يعني هذه الآية العجيبة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة التي تكررت في كتاب الله كثيرا وتكرارا، آيات العمل، تطلب منا الخدمة، العمل، اطلبوا العمل. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير، ومثلها شكلا أو مضمونا أو هما معا كثير في كتاب الله جل وعلا. قلت واردت بين آيتين تقريريتين، تقريريتين يعني كتعطينا واحد الخبار واحد الحقيقة. الآية الأولى هي التي ذكرنا قبله، ود كثير، يا ربي تعالك قرر لنا ويخبر لنا هالطبيعة ديال الكفار في علاقتهم بدينكم وفي علاقتهم معكم من حيث أنتم مسلمون. ود كثير من الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، السبب علاش؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق من دينكم فاعفوا واصفحوا. وقد تبين ما قصد بهذه العبارات كما أورده المفسرون، فاعفوا واصفحوا أي لا تهتموا بذلك كثيرا ولا تقيموا له وزنا فإنه لن يضركم، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. فالله عز وجل سيكشف الحقائق بنصركم وبتسليطكم عليهم أو بهدايتهم أو بأي سبيل من السبل أو بإقامة القيامة أو غير ذلك من الاحتمالات التي هي في قدرة الله، وقدرة الله لا تنحد، إن الله على كل شيء قدير. إذن هذا تقرير ربك، أعطينا أخبار ديال الطبيعة ديال الكفار فعلقتهم بكم من حيث أن أنتم مسلمين، كيفاش كينظروا لكم بصفتكم مسلمين. ثم ذكر أمرا بالعمل وأعطانا الأمر بالعمل، وعاود جاب لنا واحد الآية من بعدها كتعطينا تقرير، وهي قوله جل وعلا: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى، وقالوا أي اليهود والنصارى، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فإذن هذا عود تقرير آخر كيقول لك وديها الكفار اش راه يقولوا، يقولوا بأنه هما اللي على حق. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان يهودا أو نصارى، قال المفسرون أي وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان يهوديا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. ماشي معنى الكلام يعني أنهم اتفقوا بيناتهم بجوج كيقولوا اللي كان يهودي، يعني النصارى يأمنوا باليهودية وبالنصرانية واليهودي يأمنوا بالنصرانية واليهودية، هذا غير حاصل. حتى وإن ظهر في بعض الأحيان ذلك في الظاهر فإنما هو سياسات، أما المعتقدات فلكل معتقد. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء في الآية الأخرى، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب أي كل واحد يتلو الكتاب الذي أنزل عليه بما حرف. فالحقيقة هي فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. طيب هذا جدل ديني حضاري، كل واحد يلغو بالغاه، فاليهود يقولون مقالتهم والنصارى يقولون مقالتهم، وبين اليهود والنصارى فرق كثيرة، فرق اليهود كثيرة وفرق النصارى كثيرة، بعضها يلعن بعضا وبعضها يكفر بعضا، هذا معروف في علم الأديان المعاصر وفي تاريخ الأديان القديمة. إذن وضعهم أنهم يحسدون المسلمين، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حاسدا من عند أنفسهم، هذا التقرير الأول. التقرير الثاني وهو أنه يزعمون أن الآخرة لهم وحدهم، كل حزب بما لديهم فرحون، فكل أهل دين بما لديهم فرحون ومعتزون ويظنون ويعتقدون بأنهم هم على صواب وأن غيرهم إلى النار. شيء العجيب أن الله عز وجل ما قال لنا شراه أنتم اللي على حق، فهذه بديهية في كتاب الله، ولكن قال لنا الله تعالى ما تديوهاش في ذاك الشيء، خدموا. قال بين آيتين تقريريتين، الأولى كتخبرنا والثانية كتخبرنا، في الوسط قال أنتما وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة،
هذا الترجمة ديال فاعفوا واصفحوا، أي لا تشغلوا بالكم بخرافاتهم وخزعبلاتهم، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم هو الآخرة. هم راه يقولوا كلام، وقالت اليهود، ذلك قولهم بألسنتهم وبأفواههم، تلك أمانيهم. ولكن الذي أريد منكم يا عبادي إنما هو العمل مش الكلام. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا غادي يلقى الأثر ديال، هذا هو الجواب، الجواب ديال اليهود والنصارى، صلي وزكي. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون، الخدمة العمل، بصير بصير. ثم لنا مع هذه الآية العلامة وقفة أخرى، ما من موقف حرج في كتاب الله، فيما القرآن الكريم يوقف على شيء موقف حرج على المستوى النفسي أو المستوى العقدي أو المستوى الاقتصادي أو المستوى المصائب النازلة بالمسلمين، كيعطينا واحد الدواء واحد معاود ديما نفس الوصفة، وهي هذه الآية، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الأعمال في الإسلام كثير، بزاف ديال الأركان كينا، خمسة ديال الأركان، ثم من بعد الأركان الواجبات كثير، ولكن رب العالمين كيجيب لنا جوج يقرونهما معا لا يفصلوا ولا يفرقوا بينهما، الصلاة والزكاة. فإذا هذا التمني الكفري، هذا التمني اليهودي أو المسيحي الصليبي العالمي وعبر التاريخ، الكيد بصفة عامة، كيد الآخرين وكيد الحضارات الأخرى لحضارة الإسلام عبر التاريخ، هل يضركم في شيء؟ قد يضر، ولكن إذا أخذتم بشروط العمل فإنه لن يضركم. ماشي يعني الأمة مترخية عن العمل، هالكة فانية كسولة خبثت أنفسها وتقول نحن أفضل منهم، طبعا لا، ولكن الأفضلية تكون بالصلاة والزكاة. مازال يعني سنتحدث عن النكت واللطائف العلمية بحول الله التي هي مكنونة في الجمع بين الصلاة والزكاة، وإنما قبل ذلك نتحدث عن العمل. فالأمة تميزت بعملها، وإلا فلا قيمة لها إن لم تتميز بالعمل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، التقوى هي التي ترفع الشخص أو تضعه، والتقوى هي التي ترفع الأمة أو تضعها. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ما سلط الكفار على المسلمين في التاريخ إلا في لحظة لكتكون الأمة الإسلامية قد تهاونت في أداء حق الله وحق الناس، لأن هذه العبارة ديال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فيها حق الله وحق الناس، فحق الله المحضور يعني صافي 100% متمثل في الصلاة، وحق الناس متمثل في الزكاة. فاضمن لي جوج الحقوق، أضمن لك العزة والنصرة، حقوق الله تؤدى في البلاد بين العباد، وحقوق الناس تؤدى بين العباد، تلك أمارة العزة وعدم تأثير أي جهة على المسلمين في العالم. ما هزم المسلمون وما غلبوا وما أذلوا إلا بسبب غياب هذين معا، غياب حقوق الله بينتهم وغياب حقوق المسلمين بينتهم، فيسلط عليهم الأعداء. تم فعلا ذلك الحسد، حسد من عند أنفسهم، يضر بسبب يعني الأذى الذي يلحقونه أنا إذ، لأنه الحسد كيولد الأذى، وهذا الذي هو حاصل في هذا الزمان وقبل هذا الزمان. وأيضا حتى التأثير بين قوسين كما نعبر اليوم الإيديولوجي، وقالوا ليدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. الإعلام الآن يقول هذه الحقيقة، يقولها إما بشكل ديني أو بشكل آخر مدني، لما يقول لك احنا اللي متقدمين، احنا الحضارة، نحن مركز الأرض، ولذلك ضعف المسلمون والتحقوا بهم في أخلاقهم وألبستهم وعلاقاتهم الاجتماعية وشكال الحياة بصفة عامة، لأنهم كيعتقدوا مع الأسف أن الآخرين أفضل، سبب التأثير السيء الذي لهذا الإعلام الآخر، إعلام الآخر على الإنسان، إعلام ديال الآخرين ديال اليهود والنصارى. أفقدونا الثقة في أنفسنا وفيما عندنا من قيم ومن حضارة، وما كنا لنفقد هذه الثقة بأنفسنا وبالله لو كنا فعلا على وزان قول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم، مش لغيركم، ما كنعطيوا الله والو، سبحانه هو الغني جل وعلا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، نحن الفقراء، والله عز وجل هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. فلذلك كل ما يقدمه المسلم فردا كان أو مؤسسة أو مجتمعا فإنما يقدمه لنفسه المستفيد عمليا،
وحضاريا وعمرانيا من الدين ومن العمل. من العمل إنما هو الإنسان، وما تقدموا لأنفسكم تجدوه عند الله كما في الآية الأخرى هو خيرا وأعظم أجرا. وهنا إن الله بما تعملون العمل بصير، والله عز وجل لا يظلم مثقال ذرة سبحانه وتعالى، يجازيك في الدنيا ويجازيك في الآخرة، لأن الأعمال حل قوانين للطبيعة فهي أيضا سنن الله عز وجل. العمل سنة الله في الاجتماع، كما أن لله سننا في الطبيعة، في النبات، في حركة الأفلاك، في الشمس والقمر، في الجاذبية، في الفضاء، كذلك في الاجتماع الإنساني، يعني في العلاقات الاجتماعية وفي حركة التاريخ الإنساني في الأرض فيها سنن، فيها قوانين كتحكمها. الله عز وجل جعل من أعلاها، من أعلاها العمل. العمل الوقت اللي دخل الاستعمار لبلاد المسلمين يعني كانوا في واحد الحالة يعني مخيفة فعلا، فيما بينهم وبين أنفسهم وفيما بينهم قبل ذلك وبين ربهم، كانوش بخير. وما كان الله ليسلط عليهم العدو بتلك الصورة التي كانت لولا أنهم فعلا قد فرطوا في حقوق الله وفرطوا في حقوق الناس. وهذا الشيء يعني مازال إلى عهد قريب كان كيتذكر، ما تحتاجش في كاع كتب التاريخ، يعني كاين اللي يعني عقل على شي حاجة من ذاك الشيء، كاين اللي يعني يروي عن أبيه، يعني غير الجيل الآخر عاشوا شيء من هذه الحقائق، أما الأجداد فقط كانوا في قلبي تلك الحقائق، يعني في الظروف اللي دخل الاستعمار المغرب قبلها بقليل وفيها بالضبط، يعني أشياء غريبة. يعني الصلاة، هذا الشيء أنا نفسي أنا بقي يعني في الأربعينات من العمر ديالي، الصلاة يعني في أواسط الستينات وبداية السبعينات كانت شيء نادر في الناس، قليل اللي كيصلي، الشيء اللي حليت عليه أنا عينيا، قليل اللي كيصلي، شيء غريب جدا. الصلاة يعني واحد العمل نادر، مسجد تلقى فيه ثلاثة أربعة الناس، شيء غريب، المسلمون لا يصلون. بل أفضع من هذا يحكي عدد من العلماء بينهم المختار السوسي الله يرحمه، عالم سوس والوزير الأسبق ويعني المؤلف والعالم الأخير وغيره، غيره مش غيره. وسمعت أيضا من بعض العلماء هنا في مكناساته وفاس، يعني في الوقت ديال الطلب طلب العلم فاس، أنه في القرويين وفي غير القرويين من المعاهد الدينية طلبات العلوم الشرعية اللي مفروض غادي يوليو هما العلماء، وما غيوليو العلماء كيجلسوا يقراوا العلوم الشرعية. هذا الشيء في اللحظة ديال يعني قبل دخول الاستعمار ومع الاستعمار، في اللحظة ديال الاستعمار وقبل دخول الاستعمار كيقراوا الدين، كيقراوا الإسلام، يعني العلوم الشرعية في المسجد قلب الجامع، من اللي كيأذن كيخرجوا كيصليوش. يعني إذا كان هذاك اللي غادي يداوي البلاد مريض، ماذا تريد لهذه الأمة أن تكون إذن؟ هذه شهادة تاريخية مكتوبة بوثائق الآن، كتعرف يعني الأمة كيفاش كانت هالكة خاربة خربة. أما الزكاة خلاص حديت ولا حرج، يعني الآن والحمد لله تحدث يقظة، لا شك في ذلك. الخراب في البلاد كبير على المستوى الخلقي والديني، ولكن اليقظة موجودة والحمد لله. الإقبال على المساجد يتزايد، والإحساس والوعي بحق الله جل وعلا في الزكاة يتزايد ولله الحمد، شيء كبير جدا. جاني واحد الحيسوب، كان نترجمه هكذا، كون طابل يعني، واحد الحيسوب جاء عندي بارك الله فيه، عجبني بزاف، قال لي ودي هذه مدة يعني قريب، يعني مدة على كل حال بضعة أشهر، وهذا مؤشر أنا بالنسبة لي مهم جدا، ونقلة نوعية فوسط المسلمين، فوسط المغاربة، مهم جدا. جاء طلب مني واحد جلسة عمل باش نقد معاه واحد العدد ديال الزكوات ديال واحد العدد المؤسسات والشركات، لأول مرة كيطلبوا منه باعتباره هو الحيسوب ديالهم يخرج لهم الزكاة. ما عرفش، عنده الحق ما يعرفش، مع الأسف زعما خصو يعرف، ولكن عنده الحق ما يعرفش، لأنه التكوين الاقتصادي ديال المؤسسات أو ديال كليات الاقتصاد اللي كتقرر ما كتخرج هذا الشيء، فما عندوش تكوين في هذا الشيء هذا، فشيء طبيعي أنه ما يعرفش، ما كلموش أنه ما يعرفش. ولكن أنا بالنسبة لي شيء عجيب جدا أنه هذا السؤال كيتطرح، بمعنى أنه واحد عدد ديال الشركات، عدد ديال المؤسسات ما كانوش كيخرجوا الزكاة وبداو يخرجوا الزكاة. فإذا هذه حالة صحية ويقظة روحية، معنى ذلك إذن أننا إذا أصلحنا أمرين، العلاقات التعبدية والعلاقات الاقتصادية، إذا تصلحت في البلاد بإذن الله يقوى النسيج الاجتماعي ديال الأمة، وتنزل البركة والرحمة والمنع من الله عز وجل، يعني الله تعالى يحمي البلاد ويحمي الأمة ويقوي النسيج الاجتماعي بواحد الشكل لا مثيل له. جوج ديال الأمور، تصلح العلاقة ديال الناس مع الله عز وجل، وتصلح العلاقات ديالهم بينتهم، مؤسس العلاقات بينتهم، تصلح العلاقات المالية بين الناس. من أسوأ ما خرب بين الناس لا العلاقات المالية، يعني ديك العلاقات اللي كتربط الناس ما يتعلق بالمال، الأكرياء والإيجارات والمهان وكل
الأنواع ديال العلاقات المالية والبيوع العقود بصفة عامة، كل أنواع العقود مع الأسف الفساد غالب عليها. الناس فقدوا الثقة في العلاقات المالية بين يعني حد ما بقى يسلف حد، حد ما بقى يكري لشي حد، في البيع ديما حاضر راسك يمشي ياكلوك، يعني واحد الحالة مثيرة جدا. أصحاب المهن مشكل، يعني أصحاب الاختصاصات مشكل، يعني شي غريب جدا. أنا بالنسبة لي ما بقيش شي قطاع اللي كنعرفه ما دخلوش المرض ديال العلاقات المالية الفاسدة مع الأسف. حتى قطاع التعليم اللي كان يلاه هذه القريب نقي دخلوا الفساد، فإذا مشكل كبير. يعني كان واحد الوقت كان الطبيب شخص عنده واحد الهالة في المجتمع، اللي قالها الطبيب يعني كأن أقول كأن لها طابع القداسة، لأن العوام مع الأسف ولو كيشكوا في الطبيب، لأنه حالات ديال الفساد وقعت مالية. ودابا كنعطي المهن اللي كانت يعني إلى عهد قريب نقية، أما الفساد في المهن الأخرى بكري دخل، ماشي زعما جبت هادو أنا باش نحقرهم، كلا أنا خدام في التعليم، ولكن كنبين بأنه زعما هادو كانوا موقرين إلى عهد قريب، كان الأستاذ أو المعلم باقي موقر والطبيب موقر، الآن ما بقاش موقر، قال كله يستهزئ به ويسخروا منه ولا ثقة فيه. أما يعني الصباغين والحدادين من بكري دخلهم الفساد هذا. فالمشكل إذن أنه العلاقات المالية فسدت، لما كتخسر العلاقات الاجتماعية تعرف واش كيوقع؟ كيتمزق النسيج الاجتماعي، يعني داك الشيء اللي كيتسمى المجتمع كيبقى غير شكل غير صورة كينهار. فإذا المجتمع إلا ما قويش في البنية ديالو في العلاقات، تشد فيها ونشد فيك، هذاك التضامن الاجتماعي والتعامل، تعطيني ونعطيك وتخدم لي ونخدم لك بواحد الشكل متين، كيكون المجتمع ضعيف. بحال المجتمع يبيع باه بدرهم، ولذلك يعني المجتمعات العربية الإسلامية الآن يعني مهلوكة. يعني هذوك الفلسطينيين اللي كيموتوا شكون كيبيعوا؟ انا تسائل مع راسك، واحد ركب في سيارته وفجروه، باعوا فلسطيني خو هو اللي باعوا، ماشي بعيد، وهم راهم مطلعين من السماء بان هذاك اللي ركب تما هو فلان، مستحيل، كيبيعوه اصحاب الارض وفي كل مكان مع الاسف. علاش؟ النسيج الاجتماعي ممزق بين البلاد والعباد. فلما كتبدا الزكاه تخدم، الله سبحانه وتعالى جعل فيها بركه تعبديه، كترفع الثقه في واحد الشكل عالي بالمسلمين. يخرج الطبيب الزكاة ديالو، يخرج التاجر الزكاة ديالو، يخرج الصيدلي الزكاة ديالو، يخرج المهندس الزكاة ديالو، يخرج الأستاذ الزكاة ديالو، كل من له كنز من المال، يعني المال مخبع، رصيد، هذا المقصود بالكنز، رصيد مالي داز عليه العام كتخرج فيه الزكاة إذا وصل النصاب. هذيك الزكاة إضافة للآثار الاقتصادية اللي كتخلي آثار اقتصادية جيدة في المجتمع، وراه أهم من ذلك كتخلي آثار نفسية. يعني الفقير كيحس بأنه عنده خطو فعلا، لأنه يعني ملي كتعطيه المال يعني ولا تراعي في ذلك إلا وجه الله إلا الدار الأخيرة، راه كيحس بواحد الراحة عجيبة، إنك تصلح حاله ودينه من حيث لا تشعر لا أنت ولا هو. الله يعملو ما يكون قاطع شفار كيقطع الطريق ويجريش عباد الله. ملي تعطيه الزكاة اليوم وغدا ومرة أخرى ومرة أخرى راه كداويه، راه الزكاة دواء نفسي وروحي واجتماعي قبل أن تكون إعانة اقتصادية. وهذيك شحال من واحد عينه ضيقين كيشوف بأن الزكاة فقط يعني راه كتحل مشكل اقتصادي، لا ماشي غير مشكل اقتصادي، نعم كتحل مشكل اقتصادي، ولكن المشكل الاقتصادي عمره ما يتحل إلا ما تحلش على المستوى النفسي والاجتماعي. أنت شي لهز الفلوس وبدا تعطيه للفقراء، عمره ما يخدموا، أصبع شي مدين يديهم، ما غاديش يقولوا شبعنا، وما يخدموش، تبدا تجي تخدم يقول لك لا ما نخدمش، ولكن لما كتبدا تخدم الزكاة، الزكاة لها بركة خاصة. يمكن فعلا الزكاة تطور بأشكال عصرية من حيث التوزيع ديالها وتحول إلى مشاريع وتخدم الناس الفقراء فيه النيت، كيولي مشروع ديالو وخدم فيه، لأنه مع الأسف كاين مؤسسات اللي دير هذا الشيء، هذا المفروض الدولة دير هذا الشيء من قبل. يعني بيت المال ديال الدولة الرافد ديالو المالي الرقم واحد هو الزكاة، فكان كيتحل المشاكل ديال المجتمع وديال الأمة وكتطلع الحضارة ديال المسلمين بناء على هذه الفريضة اللي هي روكن، ماشي ربي غير هكاك دارها روكن وتكلمنا على قيمة الأركان شنو هما، روكن ماشي غير فرض، كاين الفرض وكاين الركن، الركن أعلى من الفرض بكثير، والزكاة أكثر أثرا من كثير من الواجبات في المجتمع. إذا أصلح الاقتصاد وبدات الزكاة كتخدم ما تحتاجش تحارب الربا. علاش ما تحتاجش تحاربه؟ لأن الزكاة بإذن الله كتقتل الربا، هي الدواء ديالو تقتله، لأنها منافس طبيعي فطري، منافس طبيعي فطري. إذا كان الشر موجود في البلاد دير أنت الخير، إذا كان الظلام مسيطر شعل شمعة، فذلك النور بصورة تلقائية ولو كان قليلا يملأ جنبات المكان نورا وضياء. زكي أنت وزكي الأخر وزكي الأخر شيئا فشيئا، يتراجع الناس عن المعاملات الربوية، وكاين تراجع فعلا والحمد لله، وهادشي نفرحوا به، كاين تراجع عن المعاملات الربوية. إلى عهد قريب كان الربا يعني طام، ما كاينش اللي كيفكر بانه حرام او كذا، الان كاين تراجع فيه.
رغم أنه كان محاولات كثيرة جدا لتعميمه تطبيع المجتمع على الربا، ولكني أرى أن هذه المحاولات كلها فاشلة يائسة بائسة ولن تنجح بإذن الله عز وجل. لا تنجح، لأن المستقبل ديال الأمة غادي للخير رغم الظلمات ورغم المحن ورغم الإحان، راه الخير هو اللي جاي بإذن الله عز وجل. إحنا مبشرات واقعية موجودة وأرقام مادية حسية موجودة، فإذا أقبل الناس على الله وأخلصوا قلوبهم تعبدا لله، الصلاة هي التعبير رقم واحد لكي يعبر على العبادة الخالصة لله. الرمز الأول لتصحيح الصلة بالله هي الصلاة. فإذا كان عندنا علاقة أفقية وعلاقة عمودية، علاقة عمودية أي عالية، يعني علاقة عمودية بين العباد وربهم هي الصلاة، وعلاقة أفقية بين الناس فيما بينهم هي يعني العلاقات المالية هي الزكاة وما ترمز إليه، لأن الزكاة يربيها الله، يربيها يعني كتولي عالية وكتنمو، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، مقصود الصدقات الزكوات. فإذا صلح في المسلمين صلاتهم وزكاتهم صلح بعد ذلك باللزوم بشكل تلقائي كل شيء بإذن الله جل وعلا. فإذا الله عز وجل قال لنا الضعف ديالكم، الضعف ديالكم صلحوه، هل أدوات ديال الخدمة؟ قالت فيكم اليهود، هذه نيتهم مقاصدهم، قالت فيكم النصارى، ودى كثير من الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. إذن هذه المقاصد ديالهم، هذه النية ديالهم، وهم يزعمون بعد ذلك أنكم لن تدخلوا الجنة، أنتم ما خدموا، فزعمهم هذا ونيتهم تلك حسدا، هذه النية، الله تعالى كيف ضح النية ديالهم حسدا، هذا مفعول لأجله كيعطي النية، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. عندكم حق، عندكم كنز، ولكن نحن ضيعناه، هذا الكنز ضيعناه. فالوجود أو حضور الدين والتدين في المجتمع بقي قليل، بقي ماشي في المستوى اللي أهل الأمة التحول الجيد والخير، لكنه يتنامى ويتكاثر، ولكن الفساد غالب كثير، لكن الخير بادي وغادي في الاتجاه، لأنه كان في واحد المرحلة أسوأ مما نحن فيه. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا، ربي ما كيضيع حد، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. وهذه لها دلالتان كبيرتان، فردية وجماعية، بمعنى أن هذه الآية مش غير على الأمة وعلى المجتمع كله، حتى على الفرد. أنت لقيت حياتك مخسرة، حتى حاجة ما بغت تقدلك على ذاك، يعني الحالة اللي الإنسان داري الدوشي بيع وشريان، ما كتطلع شايد، تزوج ما كينجح شايد، حتى حاجة ما كتقدلو. أصلح أمرين من حياتك، علاقتك مع ربك، والرأس ديالها الصلوات، رأس العلاقة بين العبد وربه الصلاة، كما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الثابت المسند إليه: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. هذه تتمة الحديث، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، إطلاق بدون تقييد وتعميم بغير تخصيص. فإذا أصلح العبد صلاته إصلاحا، يعني مهتم بها بحال شيء عنده آلة، بحال عنده شيء سيارة خاسرة وخدم يصحح فيها، وفين كاين العطب، عنده الإرف الهم ليها، راه ربي كيبين له العيوب ديالو، يكشف له أسرار مشكلته ويعينه على إصلاح ما فسد من عبادته، يا إما في الأوقات، يا إما في الشروط الدينية، يا إما ربي كيبدي يعاونك حتى تصلح. فإذا بصلاتك صلاة، وإذا بك تتصل بالله مباشرة، وإن أحدكم إذا صلى يناجي ربه كما في صحيح مسلم. صلح هذه، وصلح العلاقات ديالك المالية، إذا وجب عليك زكاة خرج زكاة. طيب واحد ما وجب شيء عليه زكاة، ما عنده زكاة، يصلح في المال، كاين ما يصلح في المال، أتقين عملك. أنا صاحب مهنة اختصاصية أو خبرة أو مهنة حرفية، أتقين، لما كتقن راك تصلح العلاقات المالية ديالك. عندي مهنة نجار، حداد، صباغ، أو أستاذ، أو مهندس، أو طبيب، فحينما أدخل في العمل عرفت إيش راك كدير. أنت الآن تشتغل في حقين من حقوق الغير، يعني إذا كدير واحد الخدمة لواحد غادي تخلص عليها، راه داك الوقت دراك خدام راه ماشي ديالك، راك بعتو، لأن الإجارة راه ضرب مضروب الإجارة، هذا الإجارة راك كتعطي واحد الخبرة في وقت معين لغيرك مقابل مال، مقابل مال. كان صبغي ونتقن الصبغة ديالي، كان دير الباب أو نجار أو مكتب، نتقن هذاك العمل ديالي، لأنه هذيك اللحظة اللي كنشتغل فيها فأنا أؤدي حق الغير الذي اشتريته بالمال، غادي نتخلص عليه. الآن راك تصلح العلاقات المالية ديالك. واحد الوهم كيوقع للناس والحرفيين بشكل خاص اللي كيغش، مع الأسف الظاهرة كثرت، من بين الوساوس الشيطانية اللي تخلي الإنسان يغش،
أنه كيتوهم أنه يعني كيبدا يجيه جوج الاحتمالات، إما أن أتقن العمل إما أن أغش في العمل. طيب كيقول وأنا تقنت هذا العمل، شكون اللي ساق لي الخبر بأنه تقنته؟ هكذا إبليس يقول لك، شكون اللي ساق لك الخبر؟ لأنه واحد كيقول له تقن العمل باش يولي كل شيء يجي عندك، شكون اللي ساق لي الخبر أنا بأنه تقنته بأنه العمل متقون، خاصة وأن الظاهر ديالو بحال اللي متقون بحال اللي مغشوش، في الظاهر ما كيبانش والناس كلهم كيغشوا وكيربحوا بالغش، وأنا غادي نتقن بوحدي في وسط الناس كي ندير نربح؟ هذا وسواس، وسواس سببه الجهل بالله. دابا انت واش كيسحب لك ملي كتقن الخدمه زعما راك كتوريها زعما اللي راه اللي غادي يجازيك هو هذاك اللي راك خدمت له؟ راه غلط. اذا اعتقنت العمل فان المطلع عليك ربك ورب العمل رب العالمين الله عز وجل، فهو سبحانه راه مطلع عليك، لان قضيه الاتقان علاقه بينك وبين الله، لأن هذيك فيها حق من حقوق الناس كتأديه. هذاك اللي خدمت له ساق الخبار ما ساقش الخبار ما كيهمش، اللي مهم هو يسيق لك ربي الخبار سبحانه وهو بكل شيء خبير وعليم. لما كيسيق لك الخبار بأنك أتقنت كيجازيك في الدنيا وفي الآخرة، يجازيك في الدنيا يجيب لك الآلاف ديال الكليان، لأن الأمور ديال المهن والأعمال قلوب وأذواق. هم واحد كيمشي يتعرموا الناس على واحد كيبيع الديشي، أمور نفسية، أمور نفسية. فالله عز وجل يسوق القلوب إليك، الرزق يجيبه لك، يجيبه لك أضعاف مضاعفة لأنك أتقنت ولو لم يعلم إتقانك إلا ربك. ما ترفدش الهم، ارفد الهم من شغلك، ما ترفدش الهم من شغل الله، يعني الكليان يجي وما يجيوش هذاك ماشي شغلك، شغل رب العالمين، شغلك أنت الإتقان. فإذا أحسنت وأتقنت فاعلم علم اليقين بأن الله عز وجل لن يخسرك ولن يفقرك سبحانه وتعالى. وخذ هذه القاعدة في جميع المهن وجميع الاختصاصات كما بغت تكون، ولو كانت إدارية سياسية كما بغت تكون، من أتقن جازاه الله جل وعلا برزق وفير وجازاه بحسنات في الآخرة، وذلك أفضل وما عند الله خير سبحانه وتعالى. فمع الأسف فعلا يعني بنادم كيسحب له بأنه ما كتكون عنده مسؤولية مالية حتى يكون غني، لا، الفقير وأيضا عليه مسؤولية مالية. أقل المسؤوليات المالية أقلها اللي ما كيناش اللي ما كتنطبقش عليه سوء تدبير المال. راس مالي درهم وذاك الدرهم تحسب عليه كيف صرفته، مشكلات فعلا الطائفات واحد عدد كبير ديال الفقراء يعني من السفهاء في التدبير المالي مش غير الأغنياء. وقع هذه يعني الناس اللي كيتعاشر مع هذه الطائفة من الناس كيلقى واحد المشاكل كبيرة، وهذه وقعت لي وقعت لغيري. يعني واحد المرة ما زلت أذكرها، جاي تسلف واحد مقدار ديال المال من واحد السيد سلفه وكيعرف يعني العائلة ديالو، ما مشى يشوف غير هكا يشوف زعما داك المال فين مشى، لقى شنو داير، هو ما عندوش باش يعشي ولادو، ما عندوش باش يعشي ولادو، وما سلفه الاخر الا لانه عارف بانه مسكين الله يحسن العون راه محتاج، وفي نيته ما ياخذش منه هذوك الفلوس، في نيته راه تصدق عليه ما بغاش يخبره. ملي مشى شنو لقاه دار؟ عنده تلفازه بيض كحل شرا وحده كولور، هذا السفاه وما عندهم باش يتعشاو، مشكله. فهذا راه داخل في المحاسبه الماليه، سوء التدبير المالي. ما كاينش في الارض اللي ما عندوش مسؤوليه ماليه، انما حقيقه الغني كتكبر المسؤوليه ديالو كتضعف، لانه كتعلق به ماشي غير حقوق ديال الاطفال ديالو والابناء ديالو، حقوق المسلمين، لان عنده زكوات وعنده صدقات ايضا عامه. فاذا صلح هذان الامران في المؤمن صلحت حياته جميعا. والله يا اخي الكريم انت كترفع الغمه وتكشف الكربه وترتب الحياه ديالك، كترتب كتنظم بوحدها بشكل تلقائي، لانك انت شديت السوارت ديال الاداره ديال الحياه ديالك ديال 24 ساعه 24 ساعه، نظمت العلاقه الروحيه مع الله وفي ذلك اسرار، ونظمت العلاقه الماليه ديالك، لان العلاقه الماليه لا تكون الا بينك وبين الاخرين، اما بينك وبين الزوجه ديالك والاطفال ديالك او بينك وبين المجتمع، ولا شك من ذلك شيء يكون ولو كنت مستخدما واجيرا عندك علاقه ماليه. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.